بشكر ربنا خالص، وبشكر قدس أبونا وآبائنا الكهنة، وبشكر إخواتي الخدام على الدعوة، وبشكر محبتكم إن أنا وسطيكم. نفرح كلنا بوعد ربنا، إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. ربنا وسطيكم لأن ده وعده وده بيته. وبنشكر ربنا إن إحنا عايشين. يقول الكتاب احسبوا أناة الله خلاصا. كلنا بقلب واحد بنشكر ربنا من أجل الكتاب المقدس، أفكار الله وأنفاسه. يقول الكتاب كل ما كتب كتب لأجل تعلمنا. شوفوا إحنا مختارين من ملايين من البشر عشان نعرف ربنا بيفكر إزاي، وعوده إيه، وصاياه إيه، حبه إيه، فدائه إيه. مليارات من البشر ما يعرفوش الكلام ده، لكن ربنا اختارنا عشان نعرف ونتمتع بكلمة ربنا اللي يقول عنها كلمة الرب حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذو حدين. بنعمة ربنا نتكلم عن موضوع فرح المعرفة، والموضوع دوت اللي خلاني أحضره يعني أو أهتم بيه، إن أنا فرحت بآية جميلة أو حقيقة جميلة في سفر نحمية. نحمية مش كاهن ومش نبي ومش قائد، إنسان عادي خالص، اتولد في السبي، يعني هو مش مسبي، لا، أهله هم اللي اتسابوا، وكتير جدا من اللي اتسابوا من شعب الله اتولدوا في السبي، وفي آخرين اتسابوا وهم موجودين في أورشليم، لكن نحمية ولد في السبي. هقول كلمة كده صغيرة عن نحمية وبعدين نقف عند الحاجة اللي احنا عايزين نفرح بيها النهاردة، فرح المعرفة. المعرفة دايما بتفرح حتى على المستوى الاجتماعي، مستوى العلمي، مستوى الروحي، ودي حقيقة قالت في سفر نحمية، وده هيكون الأساس بتاع الموضوع بتاعنا النهاردة. فنحمية وهو في السبي في بلد فارس في إيران سمع إن أسوار أورشليم منهدمة ومحرقة بالنار، فقرر ان هو يروح. طبعا القصة جميلة والسفر كله رائع، هنختصره، ويبني اسوار اورشليم. فبنى اسوار اورشليم ومعاه اخرين، الناس باعت او رهنت اراضيها، حصل لها رهان، يعني خدوا حاجة قدامها عشان يساعدوا نحمية في بناء السور، أسوار أورشليم. والأسوار كانت في العهد القديم مهمة جدا، لأن ده الحماية لأي بلد هي الأسوار، ويقيم عليها حراس، فالأسوار دي مهمة جدا، حدود البلد يعني. فبعد ما بنوا الأسوار، نحمية قرر إن هم يقروا في سفر الشريعة اللي هو كلام موسى، وصايا ربنا. فقروا، قعدوا فترة طويلة، وقت طويل يقروا على الشعب سفر الشريعة. نقولها بسرعة الحتة دي عشان نوصل في ايه في الآخر، في عدد في إصحاح 8. ولما استهل الشهر السابع وبني إسرائيل في مدنهم، اجتمع كل الشعب كرجل واحد إلى الساحة التي أمام باب الماء، وقالوا لعزرا الكاتب أن يأتي بسفر شريعة موسى. يلا بقى نشوف وصايا ربنا، نشوف كلام ربنا، إحنا ليه بعدنا؟ ليه أسوارنا اتحرقت؟ ليه إحنا مهزومين؟ ليه إحنا واعيين عايشين في الخطية؟ بعد ما نبني بقى السور نبني النفوس. فنحمية مع إنه مش نبي ومش قائد ولا حتى ليه صفة كهنوتية، لكن عرف إنه لازم إن الناس تعرف فكر الله. عشان كده سفر نحمية ده سفر عظيم جدا. أبر بها الرب إسرائيل، فأتى عزرا الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم في اليوم الأول من الشهر السابع، وقرأ فيها أمام الساحة التي أمام باب الماء من الصباح إلى نصف النهار، يعني ممكن نقول مثلا من الصبح لغاية الساعة 12 الساعة 1 الظهر مثلا يعني، أمام الرجال والنساء والفاهمين. المهم هنقرا بسرعة الحتة دي لأنها مش ده موضوعنا. فعدد 8 صح 8 عدد 8، وقرأوا في السفر في شريعة الله ببيان، وفسروا المعنى وأفهموهم القراءة. اللي أنا عايز أوصل له بقى، وده دي القاعدة اللي هنتكلم على أساسها، في إصحاح 8
12 فذهب كل الشعب ليأكلوا ويشربوا ويبعثوا أنصبة، يبعثوا أنصبة للناس المريضة، الناس الكبيرة في السن اللي مش قادرة تيجي وتقف وتسمع، هم في بيوتهم وعجزة، نبعث لهم أنصبة عشان نبقى كلنا مشتركين في الفرح، ليأكلوا ويشربوا ويبعثوا أنصبة ويعملوا فرحا عظيما. هيفرحوا بقى فرح عظيم. بصوا بقى منطلق الفرح ده اللي احنا موضوعنا النهاردة. المفروض احنا سيبنا اشغالنا وبيوتنا واهتماماتنا وساعدنا نحمية في بناء السور. اتبنى السور، خلص السور، نفرح ونزغلط ونرقص وناكل ونهيص، التارجت خلص، ما حصلش. تعال نشوف الشعب فرح امتى. الجملة دي مهمة جدا، وده دي اللي ملت ذهني. ويعملوا فرحا عظيما ليه بقى؟ لأنهم فهموا الكلام الذي علموهم إياه. هو ده موضوعنا، كل ما هنفهم فكرة الله هنفرح، كل ما هنمسك الوصية ونطبقها ونسأل عنها وإزاي أعيشها يا بونا، إزاي أعيشها يا رب، وأقرأ كتاب وأعرف تفسير هنفرح. إذن هنا يقول لأنهم عملوا فرحا عظيما لأنهم فهموا. أنا ياما بقرأ ما بفهمش، الكتاب مليان آلاف الصفحات، بصوا الكتاب المقدس قد إيه. لما بيجي الآباء يشرحونا من في كتاب أو عظة أو مؤتمر زي أبونا داود أو الأنبا رفائيل أو قداسة البابا أو 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 ويشرحونا حاجة بنفرح لأن فهمنا المعنى. هنا الشعب مركزش أبدا بالفرح بالسور، السور في نهاية الأيام هيبقى تراب، الكنائس دي كلها هتبقى تراب. أنتم النفوس اللي هتعيش إلى الأبد، سبب فرحها إن إحنا نفهم فكر الله ونعرفه. عشان كده مهم جدا إن أنا أركز في الحتة دي. يقول بقى بص، يقول هنا في عدد 10، لأن اليوم إنما هو مقدر سيدنا، لا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. آية جميلة، آية جميلة، فرح الرب هو قوتكم. يعني ايه؟ يعني لما نبص على ربنا ونعرف حبه وحمايته ومواعيده وقدرته هيدينا قوة. طول ما انا بسمع من الكتاب المقدس وافهم وعود الله ووصاياه وعطاياه الجميلة وحمايته وقوته وقدرته انا بفرح. فبيقول كده لما ننظر لله وبنعرف حبه وحمايته لينا بيدينا قوة يعملوا فرحا عظيما لأنهم فهموا الكلام الذي علموهم إياه. ربنا عايزنا نفرح. بصراحة أنا بحب أفرح، بحب حياة الفرح، بحب أدور على الآيات اللي فيها فرح. والنهاردة عايزكم كلكم تفرحوا، وهنفرح بعض بالكتاب المقدس. لو قعدنا البكرة نفرح في الكتاب المقدس مش هنخلص. في تثنية 16:15 ربنا يقول كده، لا أريدك إلا فرحا. إيه ده؟ ده بيكلم مين؟ شعب إسرائيل، شعب العهد القديم اللي في يوم من الأيام عمل وثن وعبده وصرخ قال اصلبه. ربنا بيقول له لا أريدك إلا فرحا في تثنية 16:15. في العهد الجديد يقول لكل واحد فينا افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. عشان كده تعالوا نبتدي مع بعض نشوف سلسلة الفرح اللي في الكتاب المقدس. لأن هم فهموا الكلام الذي علموهم إياه، فرح الرب هو قوتكم. تعالوا مع بعض نفتش في الكتاب المقدس عن وعود مفرحة لأولاده. تعالوا نشوف في أفسس 1:4، ده مش وعد، ده عبارة عن تاج على رأس كل واحد فيكم ونشان على كل صدر واحد فينا. الآية دي اتأملت فيها في أيام كورونا، عشان انا عشان كده بقول لرب اشكرك جدا من اجل الكورونا، قعدنا في البيت وقرينا كتير وعرفنا كتير وفهمتنا كتير. بص الوعد ده، افسس 1:4 يقول ايه؟
كما اخترنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين بلا لوم قدامه في المحبة. الوعد ده خسارة إنسان في الكنيسة ما يعرفوش. ليه؟ هقول لكم ليه. ولا هينطبق عليكم انطبق علي أنا أول واحد. كلنا في فكرنا عارفين إن إحنا مسيحيين لأننا جينا من أب وأم مسيحيين. صح. أنا مسيحي لأن أنا معمد. صح. أنا مسيحي لأن أنا بتناول جسد الرب ودمه. صح. كل دي حقائق. لكن بولس الرسول اكتشف اكتشاف غريب. أنتم مختارين من قبل تأسيس العالم. ده تاج. ده نشان. قبل جواز بابا وماما وجد وتيتا وأول واحد في جذور الأسرة يتجوز ويجيب نسل مسيحي معمد متناول، وانتوا في فكر الله وفي حب الله وفي فداء الله، انتم مختارين من قبل تأسيس العالم، من قبل آدم وحواء، من قبل ما ربنا يخلق السماء والأرض والنجوم والمحيطات والجبال وكل الخليقة اللي بتمجد ربنا، وانتم في فكر الله. انتم مش وليد كام مئة سنة من الميراث المسيحي عشان تيجوا مسيحيين في 2000 كذا وكذا وسنة 1900 و1800 وتيجوا. ده انتم في فكر الله من قبل تأسيس العالم. اللي يكتشف كده بولس المجدف والمضطهد والمفترع الكنيسة يكتشف اكتشاف غريب احنا ما نعرفوش. كل المسيحيين ان لم يكن 80-90% منهم فاكرين ان احنا مسيحيين بعد المعمودية وبعد المناولة وبعد، ايوه ده كله حلو جاي من أسرة مسيحية أرثوذكسية، وجدودنا دفعوا الجزية للإسلام وبقوا على الديانة المسيحية، دي حقيقة. لكن الحقيقة الأكثر فرح وجمال وطلعت للإنسان فرح مستمر إنه مختار من قبل تأسيس العالم. أفسس 1:4 دي هدية من ربنا للكنيسة. ربنا اختارنا من قبل تأسيس العالم لنكون قديسين بلا لوم قدامه في المحبة. خليني أسألك سؤال. لو أنا دخلت 99 سنت اشتريت ازازه الميه دي، هطلع بره اقوم رميها في التراش؟ لو انا اشتريت النضاره دي اللي هي بتكبر دي ب 99 سنت، طبعا دلوقتي ما بقاش 99 بقى اغلى من بره، هرميها في التراش؟ لما ربنا يختار حاجه او انا بختار حاجه عشان افرح بيها احتفظ بيها عشان تخدمني عشان تبقى معي، فربنا اختارنا من قبل تاسيس العالم عشان دخلنا السماء. تقول لي احنا داخلين السماء؟ اقول لك طبعا كلكم داخلين السماء. تقول لي انت متاكد؟ اقول لك متاكد. مفيش حد يختار حاجه ويدمرها، لو مش عايزني ما تختارنيش اساسا. لكن الله اختار شعبه واختار كنيسته عشان تخش السماء. تعال نشوف السبق فعينا للتبني. ربنا اتبنانا واحنا اولاده وانتوا داخلين السماء. في العهد القديم في قصه في سفر العدد، بس عشان مش عايز اطول عليكم. شعب اسرائيل لما طلع من ارض مصر، انا هقولها باختصار بس انتوا ترجعوا سفر العدد 13 و14 تشوفوا القصه دي. لما شعب اسرائيل طلع من ارض مصر شك انه داخل كنعان الارضيه، شك وخاف وقال احنا مش داخلين، وكانوا عايزين يرجموا يشوع ابن نون وكالب وموسى. يقول الكتاب فظهر مجد الرب في خيمة الاجتماع وقال لموسى إلى متى يهينني هذا الشعب؟ أهانك في إيه يا رب؟ الشعب خايف مش متأكد داخل الكنعان. يقول لك دي مش خطية، دي إهانة. اوعى تقول إن أنا مش داخل السماء. ضعفات، كلنا في الضعف، بنقع في خطايا، بنقع في خطايا. لا تشمتي بي عدوتي إن سقطت أقوم. الصديق يسقط 7 مرات ويقوم، ما قالش في اليوم. هنقع ونقوم ونعترف ونتناول ونثبت، ونعترف ونتناول ونثبت، ونقع ونقوم ونجاهد. أنتم داخلين السماء. تقول لي ليه؟ أقول لك لأن ربنا قال لك في أفسس كما اخترنا فيه قبل تأسيس العالم. محدش أبدا باللوجيك، مش اللوجيك بقى بتاع ربنا، ده اللوجيك بتاع البني ادم المحدود، انه يشتري ابسط شيء ويدمره.
او يكسره او يحرقه او يرميه في التراش. انت دخلت المحل واخترت حاجه عشان انا اي لايك تو كيب ات، انا عايزها انا محتاجها. والله نفس الحكايه عمل كده، اخترنا بص بقى من ملايين مليارات من البشر بمذاهب وديانات وايمانيات مختلفه عشان نكون في الكنيسه الواحده الوحيده المقدسه الجماعه الرسوليه، كنيسه القديسين، كنيسه البابا كرولوس والام ايريني والبابا شنوده وقديسين كثيرين. افرحوا لان ربنا اختاركم تخشوا السماء. ولما اخد القاعده دي هتكون دي قاعده التعامل بينك وبين خطيبتك، بينك وبين مراتك، بينك وبين بابا وماما، حماك وحماتك، ولادك اللي قدامك ده انت باصص له انه مختار من قبل تاسيس العالم. بحبه وبحترمه وبسامحه وبصلي له، ليه؟ عشان مسيحي؟ مش عشان مسيحي بس، مش عشان خطيبتي بس ولا خطيبي ولا ابويا ولا ام، لا ده انا فكري طلع فوق 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 وعرف ان الشخص اللي قدامي ده مختار من قبل تاسيس العالم. ايه المجد ده؟ ايه الكرامه دي؟ ايه الغنى ده؟ ده المسيحي دوت لما بيفهم فكر الله زي ما قال الكتاب في نحمية، لانهم فهموا ما علموهم اياه او قرأوا عليه، فهموه، حد فسر، حد قال، حد طبق، حد ادى وعد، حد عمل هايلايتر على حاجة مفرحة للشعب، فالشعب تاب وبكى ورجع. بنينا السور وبنينا النفوس. عشان كده في يوحنا 15-16 كلمة حلوة قوي تثبت المعنى ده. المسيح يقول لنا ايه؟ لستم انتم اخترتموني، بل انا الذي ايه اخترتكم. هو احنا جينا بالصدفه؟ ابدا. في مليارات من البوذيين والمسلمين والوجوديين والملحدين، ربنا اختارك عشان يدخلك السماء. لستم انتم اخترتموني، بل انا الذي اخترتكم. تعالوا الي يا مباركي ابي رسل الملك المعد لكم من قبل تاسيس العالم او منذ تاسيس العالم. الاثنين اجمل من بعض. ده أنا جيت وتألمت واتصلبت وقلت لك ها أنا ذاهب أعد لك مكان، وحيث أكون أنا تكونوا أنتم أيضا، أنا جاي أخدك معايا تعيش معايا في السماء. اخترتني، مت عشاني، رحت جهزت لي السماء وقلت لي ها أنا ذاهب أعد لكم المكان، وحين أعددت آتي وأخذكم معي، حيث أكون أنا تكونوا أنتم أيضا. إحنا عايزين إيه أكتر من كده؟ عشان كده عايز أقول لكم نقطة صغيرة قوي في حياة الفرح. الإنسان الواعي روحيا يعرف ان الفرح ده بعوامل ثابته مش متغيره. انا فرحان باشياء ثابته مش متغيره. انا مش كيرف طالع نازل طالع نازل طالع نازل، فلوس كتيره فرحان، فلوس قليله زعلان، صحه حلوه فرحان، ابدا. انا فرحان ان انا ابن ربنا، وفرحت النهارده لما عرفت ان ربنا مختارني، وفرحت ان ربنا راح السماء يعد ليا مكان، وفرحت ان العذراء امي، وفرحت ربنا بيدافع عني، وكل واحد فينا ليه مكان في السماء. انا فرحان باشياء ثابته، فرحان ان انا باخد جسد الرب ودمه. سيبكوا بقى من كل الفاكتورز التانيه دي اللي بتتغير، دي مش تبعنا دي خالص. هم الناس اللي دخلوا في البراري وشقوق الارض، واحد زي الانبا بولا والانبا انطونيوس ولا 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 القديسه مريم المصريه، كانت فرحانه بمتغيرات ولا فرحان بمتغيرات؟ الآن بقول قاعد 80 سنة بياكل خبزة من 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 فم الغراب. كان مكتئب؟ كان حزين؟ كان فرحان وشايف السماء. ولادنا اللي في ليبيا كانوا متألمين وزعلانين ومكتئبين؟ أبدا، كانوا فرحانين وشايفين السماء. عشان كده ثبتوا في الإيمان وبقى شهداء. عشان كده ربنا قال لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن الرب قد سر أن يعطيك الملكوت. خلي مالكم، الملكوت عطية، الملكوت عطية، هبة، جفت. تعال نشوف وعد جميل مفرح في رسالة بطرس الرسول الأولى خمسة عشر. بطرس الرسول الأولى 15. أنت بتحط حاجة على السكرين؟ أنا مش شايف طبعا. بتحط ما بتحطوش مش كده؟ أوكي.
أوكي عشان بس أدي وقت يعني. إله كل نعمة الذي دعانا، إحنا ماشيين على خط بتاع إيه؟ فرحوا لما فهموا. إحنا عايزين نطلع من الكتاب، لو قعدنا لغاية بكرة نطلع من الكتاب هنقعد نفرح نفرح نفرح، نبقى مزقططين زي الأطفال. الذي دعانا إلى مجد الأبدي في المسيح بعدما تألمتم يسيرا. كل واحد فينا بيتألم بشكل ما، حتى لو هو غني وصحته كويسة وعنده أسرة وعنده بيته وعنده شغله، في جهاد جواه، في تعب من أجل ربنا، في ألم من أجل الله، في مطانيات، في صوم، في حب، في غفران. مش لازم الألم ده يبقى حاجة من برة، من برة الناس تشوفها فقر أو حادثة أو ضيقة، لا. بعدما تألمتم يسيرا، في ألم في اضطهادات، في ألم في فقر، في ألم في مرض، في ألم في جهاد، أنواع كثيرة من الألم. جميع الذين في المسيح يسوع إيه؟ يضطهدون بضيقات كثيرة، ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. في ضيقات؟ في ضيقات من عدو الخير، من عدو الخير، من الجسد، من العالم، من الشهوات، هناك ضيقات، وإحنا كلنا بنجاهد، كلنا ماشيين في نفس الطريق اللي هو إيه؟ باب ضيق وطريق كرب. فيقول إيه؟ وخلي بالك أقول لكم حتة حلوة في موضوع الباب الضيق والطريق الكرب، تعلمتها من أبونا رشوي كامل القديس المتنيح. الطريق الضيق والطريق الباب الضيق والطريق الكرب دوت اللي شايفه كده الناس اللي بره، لكن الناس اللي جوه فرحانين بيه جدا، متمتعين بيه جدا. تطلع واحد من القلاية تقول له تخش العالم، يقول لك استحالة استحالة، سيب القلاية والصحراء. طب ما انت عايش في ضيقة، الاحتياجات الإنسانية مش موجودة حتى البيزك. يقول لك استحالة يا سامرية، تيجي تخش الباب الواسع تاني نجيب لك ست رجالة تبقى ستة وسبعة وثمانية، تقول لك استحالة. قديسة السامرية دي بقت قديسة وبقت من الشهداء، اسمها فوتيني، هي اسمها كده فوتيني، بقت شهيدة، دخلت في الباب الضيق اللي الناس شايفينه باب ضيق وطريق كرب، هي فرحانة مع الوجود مع المسيح. يا مريم المصرية يا اللي كنت بتمارس الخطية في حبها، تحب ترجعي تاني للباب الواسع، تقول لك الناس شايفاني في باب ضيق لكن انا فرحانه. بتاكلي ايه؟ باكل حشيش وبشرب من ندى، من ندى السماء. فاوعى لما تقرا الايه بتاعه باب ضيق وطريق كرب دي تتخض، لا، ده اللي جوه الباب دول مليانين فرح وسلام ورجاء وشايفين السماء. تقول لهم ارجعوا تاني، يقول لك استحاله. تقول لاولادنا انكروا المسيح في ليبيا، يقول لك استحاله، ما انتوا في باب ضيق. يقول لك مش مهم، ده انت اللي شايفه ضيق. احنا بناخد تعزيات من ربنا كل يوم بالليل، بنحس بوجوده بوعوده. فعشان كده في ضيقات، في ضيقات، بس احنا فرحانين بالضيقات دي، فرحانين بالصوم والصلوات الطويله والجهاد وحربنا ضد الخطيه وضد العالم، فرحانين بيها. ليه؟ لأن شايفين السماء قدامنا. فربنا بيقول لنا كده في بطرس الأولى 15، بعدما تألمتم يسيرا، هيدينا أربع هدايا. تعالوا نشوف إيه اللي ربنا هيدهولنا بعد ما الإنسان بيجاهد في حياته. نمبر وان، هو يكملكم. نمرة اتنين، يثبتكم. نمرة تلاتة، يقويكم. نمرة أربعة، يمكنكم. احفظوا الأربع كلمات دول. يبقى بعدما يتألم يسيرا ربنا بيكملني. طب ليه يا رب بتكملني؟ هو أنا ناقص؟ طبعا أنت ناقص. هو أنا صليت زي ما المفروض أن أنا صلي؟ صلاتي يا رب 7/10، يقولك أنا أديك 3. ما حبيتي يا رب 6/10، يقولك أنا هكملك. ما هو أنا ولا كامل، ما كانش قادر يكملكم. هتكمل فيا إيه يا رب؟ هتكمل ضعفات الجسد، هتكمل الهفوات والسهوات، هتكمل الشخص اللي ما قدرتش تحبه من قلبك او تغفر له من قلبك، هكمل لك اللي ما قدرتش انت عليه. طالما انت جاهدت، هو يكملنا على باب السماء. ربنا بيكملنا، بيكمل كل ضعف. هقول لكم زي ايه. ربنا يديكم طبعا كلكم يعني اولاد جمال حلوين كبار، كبروا وتعلموا، اولاد جمال حلوين مفرحينكم، مفرحين قلوبكم،
خلصوا جامعه وخلصوا دراسه واشتغلوا، وبعدين عملوا ايه؟ عايزين يشتروا بيت عشان يتجوزوا، حطوا داون بيمنت، حط 100,000، حط 200,000 داون بيمنت، وبعدين الشغل ماشي والولد حلو والبنت ناجحة وهنكمل. وبعدين جت بقى مشاكل، جت حروب، جت كورونا، الشغل طلعنا بره. يجي بابا وماما يقولوا لنا ايه؟ طالما انت كنت امين واشتغلت وحوشت ودفعت، احنا هنكمل لك، احنا هنكمل لك، طالما انت ابتديت الطريق انا هكملك. كل ما ربنا يشوف فيها جهاد ما يوصلش للكمال هو يكمله. عايزني يا رب احب كل الناس، بس في اشخاص ما قدرتش احبهم زي التاني، يقولك انا هكملك. خد يا فلان شويه الذهب اللي في ايديا دول، بيعهم وساعد ابننا في البيت. اقول لك يا ام فلان انا هنزل مصر ابيع حته الارض اللي عندي واجيب بيهم دولارات ادفع للواد ولا ادفع للبيت. ليه بتكمل لهم؟ ليه؟ لانهم امناء، لانهم تعبوا، لانهم جهدوا. عشان كده ربنا لما بيشوف جهادك وانك حطيت الاساس يكملنا. فبيقول لك بعد ما تألمت كثيرا هو يكملكم، بطرس الاولى 5:10، يكملكم ويثبتكم. يثبتنا في ايه؟ يثبتنا في الايمان. اللي ثبت ولادنا في ليبيا رب المجد يسوع نفسه بروحه، ولم ينكروا المسيح، ابونا مين عبود القديس العظيم الشهيد، الراجل طلع على قلبه بالجزمة وقال له قول الشهادة، قال له ابدا، ربنا يرحمني ويرحمك. ضربوا 9 طلقات، 9 طلقات، ربنا بيثبت ولاده ضد الهرطقات وضد الاضطهاد وضد الألم. ما ننكرش ربنا أبدا، ربنا يثبتنا في الإيمان. التثبيت ده عطية من ربنا لكل الشهداء وكل ولاد الكنيسة. إذن بعدما نتألم يسيرا هو بيكملنا. بشكرك يا رب انك بتكملني، انا ناقص. ان فعلتم كل البر قولوا ان انا عبيد بطلون. انا ما صليتش زي الانبا بشوي طول الليل رابط شعري في السقف بصلي، انا بصلي نص ساعه وبنعس وبنام. انا ما حبيتش الرب الهي من كل قلبي من كل فكري من كل قدرتي. حاولت يا رب وبحاول وعايز وبطلب، انا اكملك حبيبي. طالما انت ليك الرغبه انا هكملك، طالما انت حطيت الداون بيمنت انا هكملك لانك ابني. هو يكملنا ويثبتنا في الايمان. شوف النهارده كل الاخبار اللي في العالم دي والدنيا والهيصه والزنبريطه، انا ما باخدش بالي قوي يعني، ما بهتمش حتى بالكلمات يعني، لكن سامع ان الدنيا فيها مشاكل كتير. احنا ثابتين، هو جسد حقيقي ودم حقيقي، يحطوا السيف على رقبتنا، هو جسد حقيقي ودم حقيقي، هي كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. احنا عندنا الإيمان دوت. ليه؟ ربنا مثبتنا في الكنيسة. طيب ثالث حاجة، يقوينا، يدينا القوة. يدينا القوة ايه؟ في حروب عدو الخير. الحروب دي ربنا بيقويها. بصوا في عبرانيين يقول ايه؟ أليست الملائكة أرواح خادمة مرسلة لخدمة العتيدين أن يرثوا ملكوت السماوات؟ إن هو أنتم. تخيل اللي بيخدم حضرتك وحضرتي وحضرتك ملاك، ده مش شيء مفرح؟ مش رئيس جمهورية ولا ملك ولا قائد، اللي بيخدمنا ملائكة. عبرانيين 11 يقول كده، أليست هي أرواح خادمة مرسلة لخدمة العتيدين أن يرثوا ملكوت السماوات؟ اللي بيخدمني ملاك، أنا شوية التراب اللي معجونين بالضعف والخطية، اللي بيخدمني ملاك، اللي يقويني ربنا ضد حروب عدو الخير. الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون. قفوا وانظروا خلاص الرب، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم، أو أكثر من الذين علينا. معانا الله ربنا يسوع المسيح، معانا الروح القدس، معانا القديسين، معانا العذراء أم، معانا شفاعة، معانا كتير، معانا الكنيسة، معانا جسد المسيح ودمه، معانا كلام ربنا. يبقى نحفظ الكلمات دي. بعد ما تألمنا يسير، نمرة واحد، هيكمل ضعفي
ونقصي، هيديني ثبات في الإيمان، هيقويني في وقت الحروب ضد عدو الخير. شوفوا بقى رابع كلمة ورابع وعد جميل، ويمكنكم. يمكنني من ايه؟ اشتري عربية؟ اشتري بيت؟ من دخول السماء. يقول لك تعالى ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل اخيمك على الكثير. على قد ما قدرت يا رب، على قد مجهودي وعلى قد العمر اللي اديتوني، جهدت وحاولت وقعت وقمت وضعفت واعترفت وتناولت وبحاول مرة واثنين وعشرة، ولا تشمتي بي عدوتي لئن سقطت أقوم. فعلا يا أحبائي الوعد ده يكمل أفسس 1:4، كما اخترنا فيه عشان يدخلنا السماء، إذا هو هيقوينا ويكملنا ويثبتنا ويمكننا من دخول السماء، ويمكننا من دخول السماء. تعالوا أقول لكم بسرعة الوعد بتاع سفر العدد. بصوا عشان تعرفوا الشاهد، سفر العدد 14، القصة تبتدي من 13. القصة دي جميلة جدا، يا ريت لما ترجع اقراها في الكتاب، قصة خروج شعب إسرائيل مع على يد موسى. وخلي بالكم الحقيقة الغايبة عن ذهننا، شعب إسرائيل ما تهش في البرية. لو واحد سألك قال لك ليه شعب إسرائيل قعد 40 سنة، الإجابة بتاعتك واضحة، بيموت مش تايه. اوعى تصدق الكلام ده، لو خدنا بعضنا كلنا طلعنا من فلسطين او من مصر حين اورشليم او العكس، مش هناخد شهر، شهرين، سنة. ده تعبان ودي بتولد وده مش عارف ماله، وهنقف شوية وهنريح شوية وهنمشي شوية، هناخد سنة. ده لما اقول لك يعني ده انا استهل. الإنسان الطبيعي بيمشي كيلو في ربع ساعة، كيلو في ربع ساعة، يعني في الساعة بيمشي 4 كيلو. ما تمشيش 4-5 ساعات كل يوم، تمشي وربنا مظلل عليك ومديلك مية ومديك من ومديك سل، إيه اللي خليهم 40 سنة بيموتوا؟ عشان القصة اللي موجودة في سفر العدد دي تقراها، بس هقراك الحتة الصغيرة دي. ولكن قال كل الجماعة أن يرجمنا بالحجارة. خلاص الشعب خاف وقال مش هنخش كنعان، فقال لك هنرجم موسى وهارون وكالب بالحجارة ونخلص منهم ونرجع تاني باك لمصر. ثم ظهر مجد الرب في خيمة الاجتماع. اتعودوا بقى سحابة بيضة جميلة كثيفة تقف على خيمة الاجتماع، قال لك بس يا ود محدش يتكلم، ربنا جه. دي قصة جميلة جدا، اقروها بالراحة بس خدوا وقتكم فيها يعني. فظهر مجد الرب يرمز بيه بالشرية اللي ابونا بيملى البخور في الهيكل، رمز لحضور الله في القداس. فقال الرب لموسى حتى متى يهينني هذا الشعب؟ أهلك في ايه يا رب؟ أهلوا ان هم قالوا مش داخلين كنعان، ولا هم زنوا ولا هم قتلوا ولا هم عملوا عجل ولا حاجه، كل اللي عملوه خافوا لان سمعوا ان في ايه، شعوب كتيره قويه حوالين كنعان هتموتهم، مش هتخلوهم يخشوا، ضعفوا. من اللحظة دي، من اللحظة دي اعرف كده، تاه الشعب 40 سنة في البرية عشان الحتة دي. مش خطية واضحة لها عنوان كبير احنا عارفينه، لا دي خطية سامحوني ان انا اقول يعني بسيطة. وحتى متى لا تصدقونني بجميع الآيات التي عملت في وسطكم؟ إني أضربهم بالوباء وأبيدهم وأصيرك شعبا أكبر وأعظم من موسى. قال له لا يا رب ما تعملش كده. فقال له ربنا خلاص هيتوهوا في البرية 40 سنة وهيموتوا، الأطفال الصغيرين هم بس اللي هيخشوا مع يشوع وكالب، ويبتدي شعب إسرائيل تاني يتكون. لكن شعب إسرائيل اللي تقريبا أكتر من 1,000,000 ده مات في البرية، ما تهشي. مات ليه؟ عشان شك إنه داخل كنعان. اوعى تشك إنك داخل كنعان. أيوة مهم أوي أفتكر حاجة، كما اخترنا فيه قبل تأسيس العالم عشان يدخلنا السماء، وأنا كمان اختاره عشان أخش السماء. ما هو اختار يهوذا وما دخلش السماء، انا اخترتك، شفت معجزات
وعشت معايا وكلت معايا وحضنتك وقبلتك ونبهتك، انت سبت ايدك، انا مدد ايدي وانت سبت ايدك. وشاول اللي قاعد يضطهد داوود ومات في خطيته كان ملك. عشان كده يا احبائي، ربنا مختارنا جارانتي؟ لا، ده هو مديني كل الفاسيلتي ان هو اخش، ان انا اخش السماء، احط ايدي في ايده واجاهد واحبه واسمع كلامه وانفذ وصاياه. ولكن عشان ما يبقاش الكلام معصر، ربنا اختار اشخاص وهم ما اختاروهوش. اللص الثاني، طب ما تعمل زي اخوك، ما تقول له يا رب اذكرني ما تجيت في ملكوتك، ما هو مسلوب جنبك اهو. راحت الفرصه. مش معنى ده يعني قال ودخل الفردوس. اذا يا احبائي، ربنا بيختارنا واحنا كمان ايه؟ مختارينه. هو يثبتنا ويقوينا ويكملنا ويمكننا من دخول السماء، طالما انا عايز. بصوا في فيليبي، فيليبي 4 فيليبي 4 عدد 19، بقول لكم لو قعدنا لغايه بكره نطلع وعود الله المفرحه لينا مش هنخلص. فيليبي 4:19، يملا. شوفوا الازازه دي مليانه ازاي، مليانه لغايه فوق. فيملا الهي كل احتياجكم. انت محتاج ايه؟ قول لربنا هو يملاهولك. يملا الهي كل احتياجكم، احتياج روحي نفسي جسدي مادي. ايه اللي انت محتاجه؟ يقول لك كده في رساله بولس الرسول الى فيليبي، نقرا ونصدق ونعيش. يملا الهي كل احتياجكم حسب غناه. ايه رايك في غنى ربنا؟ غني ولا مش غني؟ يملك كل شيء، السماء والارض وكل ما فيها، هو غني. عايز صحه هيديك، عايز شغل هيجيب لك، عايز عروسه هيبعت لك، عايز ماديات، عايز ولاد، ثمره البطن عطيه الرب. انت عايز ايه؟ انت عايزه ايه؟ امسك في الايه دي، اصحى الصبح تقول كده، يملا الهي كل احتياجكم حسب غناه. لو انت مؤمن ومصدق وموافق انه غني، ما تقلقش بقى. في متى 6:8 آية رائعة تقول لك إيه؟ الله يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. بقول لكم لو طلعنا ودخلنا في الكتاب مش هنخلص. الله يعلم طلباتي. تبقى أنت داخل بورقة وكاتب طلبات، عايز وعايز وعايز، يقول لك أنا عارف ده كله، ده أنا مختارك من قبل تأسيس العالم، قبل بابا وماما وجدك وجدتك يتجوزوا، ولا عارفك باسمك وعارفك بحياتك وهتتجوز مين وهتخلف مين وهتيجي امريكا سنه كام. انا عارف كل حاجه دي بالصدفه، ده انا عامل لك خطه. حسب غناه في المجد في المسيح يسوع، يملا الهي كل احتياج. طلعوا الايات دي يا جماعه وحطوها في ورقه كده جميله واعملوا عليها هايلايتر وبصوا فيها في وقت تاني. هتمتلى، مش هقول لك بس بالفرح، السلام والطمانينه والرجاء والثقه والفرح. تعالى اوريكم حاجه، شاهد ليه قصه جميله في اشعيا. اشعيا اشعيا بصوا وعد ربنا هنا، شوف طلبات ربنا ايه. أشعياء 65:18 دي سمعتها من خادم أمين جدا محب ربنا خالص، قعد ربع ساعة يتأمل فيها. بتتأمل في إيه؟ في كلمة؟ يقول لك لا. في حرف؟ لا. أمال بتتأمل في إيه؟ في التشكيل. أنا عارف طبعا أنتم ما بتحبوش العربي وخصوصا النحو، أنا بحبه، لكن الآية دي التشكيل اللي فيها
هشرح لكم حتى دي. انا عارف ان انتم بعيد تماما عن العرب والنحو. في حاجه في العرب اسمها الفتحه والكسره والضمه، بتفرق لما تقول حاجات كده يعني. لا اصل في ناس ما فيش خالص. لا مش حاجه يعني، نسيان ووقت وطبعا. فتعالوا نشوف الايه دي فيها جمالها فين. اشعيا 65:18، ركزوا قوي. بل افرحوا، ده فعل امر، وابتهجوا الى الابد. ايام الحرب ايام كورونا كيلو اللحمه بقى ب 500 برضو البصل ما فيش ما يهمش، العدس ما اعرفش ازاي، المشاكل اللي احنا بنسمعها يعني. افرحوا وابتهجوا الى الابد. ليه يا رب؟ فيما انا خالق، انت خالق، ركزوا بقى في النحو اللي جاي ده، دي حصه عربي. لاني ها انا ذا خالق اورشليم، اورشليم دي اللي هي ايه؟ الكنيسه، مش اورشليم فلسطين. لاني ها انا خالق اورشليم، ركزوا بقى في اللي جايه دي، بهجه. طب ما تقول مبهجه. يقول لك لا، في فرق بين الصفه والفعل. اورشليم مبهجه؟ يقول لك لا، اورشليم هي الفعل نفسه، هي البهجه نفسها. فرق كبير قوي تقول عن واحد انه فرحان وتقول عن واحد انه فرح. عربي اصيل ده، عربي في الصميم. نقولها تاني، لان خالق اورشليم بهجه، كان ممكن حط ميم قبل الب بقت مبهجه، واحنا تمام نقول كده، يقول لك يا سلام البلد دي مبهجه جدا، مفرحه جدا، الوضع ده بنقول احنا كده. وشعبها، شوفوا بقى اللي جايه دي، فرحا. الواعظ بقى اللي سمعت منه الحته دي قعد في فرحا دي يمكن 7 دقائق 5 دقائق. ليه؟ فرحا مكتوبه الفه عليها فتحه والره عليها فتحه والالف عليها فتحه. تقول يعني عايز تقول ايه؟ تتعقدنا في العربي. اقول لك كان ممكن الفتحه دي بقت كسره، بقت فارحا، لا الفرحا. يبقى انتوا ايه؟ انتوا مش فرحانين، انتوا الفرح نفسه. بالظبط كده. الواعظ ده كان واعظ جميل قوي اسمه الدكتور رفعت صابر، ده عظيم، دكتور يعني متفرغ للخدمه، كان يسمعه 5000 واحد في اسيوط. فابتهج باورشليم وافرح بشعبي، انا خالق اورشليم بهجه مش مبهجه، وشعبها فرحا مش فارحا. الروح القدس مسك القلم وبدل ما يحط كسره حط فتحه. فرقت في التشكيل، فرقت في التشكيل، فرقت كتير. لما اقول ان واحد فرحان بكره يبقى زعلان، لكن لما اقول على واحد انه فرح خلاص ده فرح. لما اقول مبهجه ممكن بعد شويه مش مبهجه، لكن لما اقول بهجه هي الفيرب، هي الفعل. اورشليم بهجه وشعبها فرحا، ده انتوا اللي فرحانين دايما باشياء ثابته، فرحانين مشوارنا رايح السماء، ان المسيح معانا، ان العذراء بتشفع فينا، الملائكه بتخدمنا، وعود ربنا الحلوه. بصوا في مزمور 23 يقول ايه؟ مزمور 23 الرب راعيه، فاكرينه طبعا. فلا يعوزني شيء، في مراع قدر يربضني. 19:23، بص على اخر جمله في المزمور ده، اكتبها في ورقه وحطها في المرايه اللي في وش السرير بتاعك، اول ما تصحى بص فيها، تقول لك ايه؟ انما خير ورحمه يتبعانني كل ايام حياتي. هو الكلام ده لداود ولا الرب المجد ولا ليا؟ ده ربنا بيقول لي كل ما كتب كتب لاجل تعليمك. لو جينا بقى جبنا كده كشكول او ورقه وكتبنا كل الوصايا دي، اقول لك ايه؟ كلمه فرحان دي هتبقى قليله قوي، هتبقى فعلا انت الفرح نفسه. انما خير ورحمه يتبعانني كل ايام حياتك، لان الله يملأ كل احتياج انت محتاج اليه.
أنا بشكر ربنا جدا من أجل محبته وعطاياه ووعوده، وبشكركم وبطلب أن تصلوا من أجلي لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.